السلام عليكم، مش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. الفنان تامر حسني والطريقه ديالو بسمه بوسيل للمره الثانيه على التوالي كيجتمعوا كيحتفلوا بعيد ميلاد بنتهم التاليه. صراحه هذه رساله من تامر حسني وبسمه بوسيل للناس اللي تفارقوا وعندهم وليدات. يعني بعض الخطرات كنلاحظوا بان هادوك الناس اللي كيتفارقوا وليداتهم كيدفعوا الثمن، يا اما من طرف الاب ولا من طرف الام. فهذه رساله زوينه، نتمنى من الناس ياخدوها فكره. نتخاصموا ونتناقشوا ونتفارقوا، ولكن اهم حاجه وليداتنا هما اولا وقبل كل شيء، يعني دائما هما في القمه، حيت الوليدات الصغار هما اللي كيتاثروا من بعد الانفصال ديال والديهم. الزوج والزوجه يقدروا يتاثروا، ولكن ماشي الاثر النفسي اللي كيخليه على وليداتهم. فنتمنوا ليهم غير الخير، والله يهدي سرهم، ونتمنوا نشوفوهم راجعين لبعضياتهم، لانهم مادام باقي هذا الانسجام وهذا الحب فراه كاين احتمال انهم يرجعوا لبعضياتهم. دعواتكم اخواني، وبسلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.